السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هنعمل سندوتشات تشيز برجر سهله جدا وبسيطه. لو عندك حبه لحمه مفرومه متعصجين شايلاهم في الفريزر، يلا طلعيهم. هنعمل مع بعض السندوتشات السهله الجميله دي، ان شاء الله هتعجبك وتعجب الولاد. لو انتوا بقى اول مره تشوفوا القناه بتاعتي، انا اسمي اسراء. يا ريت لو عجبكم بقى الفيديو تعملوا لايك، ولو عجبتكم القناه يا ريت تشتركوا فيها. ويلا نشوف بقى هنعمل السندوتشات دي ازاي. نجهز اول حاجه العجينه. عندي كوبايه ونص من الحليب الدافي، الكوبايه كوبايه معياريه مكتوب عليها 250 مللي. حطيت معلقتين كبار من السكر ونص معلقه كبيره منسوحه من الخميره الفوريه. نقلب كله مع بعضه، نسيبهم 10 دقائق لحد ما الخميره تعمل رغوة على الوش، وبعدين نحط الدقيق. حطيت 4 كوبايات من الدقيق وعليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر وربع معلقة صغيرة من الملح. نقلب بقى كله مع بعضه ونبتدي نعجن كويس جدا. انا مش هضيف دقيق زيادة ولا حاجة، عايزة العجينة تكون معايا طرية خالص. نزلتها كده على الرخامة او على الشيت اللي بتشتغل عليه، وحطيت عندي 4 معالق كبار من الزبدة تقريبا 60 جرام. الزبدة بتكون طرية، فردتها كده على العجينة، وبعدين هلم عليها بقى العجينة وهبتدي ان انا اعجنها. هتلاقي العجينة بتتفكك منك، ما يهمكيش خالص، لانكي بقى عجيني فيها كده لحد ما تلمي وتبقى معاكي طرية. واقعدي خبطي فيها كده في الرخامة، هتطلع معاكي عجينة تحفة جدا. وهتلاقي العجينة بدأت تبقى ناعمة قوي، وتلاقي السطح بتاعها مفهوش تجاعيد خالص كده، هي كده تبقى معاكي ممتازة زي ما انتوا شايفينها، طرية قوي. هغطيها بقى واسيبها في مكان دافي تقريبا ساعة لحد ما تخمر خالص. لو ما عندكيش بقى لحمه مفرومه، يلا مع بعض نعملها. عندي طاسه حطيت فيها 3 معالق من الزيت، وبصلايه قطعتها صغير كده يدوبك ايه تدبل حاجه بسيطه. هنزل عليها بنص كيلو من اللحمه المفرومه، وعلى نار عاليه بقى هبتدي ان انا اشوح اللحمه دي لحد ما تستوي خالص. في البدايه كده بدي اللحمه صدمه، وبعدين بوطي الحراره شويه. حطيت عليها معلقه من الثوم المفروم ومعلقتين كبار من الصويا صوص، وهقلب بقى. هي ما بتاخد وقت، العصاب بيستوي بسرعه. هحط عليها بقى رشه ملح وكمان فلفل اسود، بس خلي بالك ما تحطيش ملح كتير عشان الصويا صوص بيبقى فيه نسبه من الملح. اقلب فيها بقى لحد ما كله يتداخل مع بعضه وتستوي، وهسيبها بقى ان هي تبرد خالص. وعندي خلاص العجينة خمرت، شلتها كده وكورتها، وهبتدي ان انا اقطعها ل 8 قطع. ممكن تقطعيها لاكتر من كده وتصغري حجم السندوتشات زي ما تحبي بقى الحجم اللي انت تحبيه. هاخد بقى كل قطعة كده وهبططها والم الحروف على بعضها لجوه كده وهكورها، هكورهم كلهم تاني زي ما انتوا شايفين بقى، تبقى الكور قد بعضها على قد ما تقدروا. وبعدين هغطيهم وهسيبهم يستريحوا لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق بقى باخد اول واحدة، مش محتاجة ان انا احط دقيق، انا محتاجة العجينة تتنيها طرية، مش عايزة انشفها. فردتها كده بالسمك يكون متوسط، ما تبقاش رقيقة وما تبقاش سميكة. حطيت كده قطعة من الجبنة اللي هي بتاعت السندوتشات البرجر، وحطيت شوية من اللحمة المفرومة وحبة من البيكلز، الخيار المخلل واي صوص عندك. انا حطيت صوص كاتشب على مايونيز على مستردة، وغطيتهم كده بكمان قطعة برضو من الجبنة اللي بتتحط في السندوتشات. وهقفل بقى العجينة على بعضها كده، اهم حاجه ان انا اقفل كويس جدا عشان ما تفتحش معايا والجبنه تطلع بره. الجزء اللي تحت بقعد اكور فيه كده، وحطيت حبه من الدقيق وهلف عليه الكوره زي ما انتم شايفين كده عشان ما تلزقش معايا وما تفتحش كمان معايا من تحت. دي واحدة تانية فردتها وحطيت قطعة من الجبنة وعليها اللحمة المفرومة، وشوية هنا بقى حطيت صوص باربيكيو. حطي بقى زي ما انت عايزة الصوصات اللي انت عايزاها. لو بتحبي برضو المشروم ممكن تحطي صوص مشروم في النص زي ما تحبي خالص، ممكن تسيبيها سادة. انا عملت شوية سادة من غير اي صوصات عشان الولاد، لحد بقى ما اخلص كل الكميه بتاعتي. انا عملت 8 قطع، حطيتهم كده على الصاج اللي هدخله الفرن واغطيهم واسيبهم 20 دقيقه يخمروا تاني. قبل ما ادخلهم الفرن جبت عندي بيضه، حطيت عليها معلقه كبيره من الحليب
وهقلبهم مع بعض كده لحد ما يمتزجوا. وبعد تلت ساعة هدهن بقى الوش بتاع السندوتشات دي بالبيض والحليب. وعلى الوش كده هنحط بقى شوية من السمسم، ممكن تحطي حبة البركة وممكن تسيبيها سادة خالص من غير اي حاجة. طبعا الفرن بتاعنا مجهزاه على درجة حرارة 180، لازم يكون وصل ل 180 قبل ما ادخلها الفرن لحد ما تطلع معايا باللون التحفة ده، واخدة لون دهبي من فوق وكمان دهبي من تحت. بسيبها بقى ان هي تبرد خالص، هتطلع معايا بقى طرية وتحفة جدا. تعالوا بقى نفتحها من جوه، العجينة اكتر من رائعة وكمان مش تقيلة، ان شاء الله تعجبكم. الجبنة بقى سايحة وتحفة جدا، ودي بقى اللي بصوص الباربيكيو مكرملة كده مع اللحمة جوه، طعمها تحفة جدا. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واستنوني فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.